أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده
صدق الله.